كان لازم اولا نحترم ان انتوا حابين ان انتوا تبقوا موجودين، ولازم برضو نبقى مع اخواتنا واهالينا في غزه مقدرينهم وواقفين معاهم ومش ناسيينهم ولا عمرنا هننساهم. والنهارده قررنا بحبنا للعربيات، شكرا للهلال الاحمر اللي موجود معانا النهارده، ان احنا نقدر نعمل اي حاجه ولو تبقى حاجه صغيره جدا، ان احنا هنتبرع النهارده للهلال الاحمر اللي من اول يوم بيبعت اغاثات كتير لاخواتنا واهالينا. فقلنا النهارده ان وقفتنا دي واليوم الجميل ده اللي احنا متجمعين فيه ما ننساش اخواتنا واهالينا، ولازم نكون معاهم، وفي نفس الوقت ننقل صوره مهمه جدا لكل الدنيا. ببقى فرحان واحنا بنسافر ونتفرج على تجمعات العربيات وبنقول في يوم من الايام واحنا ليه ما عندناش ده، لا احنا عندنا عربيات حلوه وبلدنا بقى فيها طرق حلوه للعربيات الحلوه دي انها تمشي فيها، وعندنا ناس بتحب العربيات وناس فاهمه كتير في العربيات، فلازم ننقل الصوره دي. بس ده مش هينسينا اخواتنا واهالينا. ف النهارده يمكن كان نفسي يبقى في حاجات مختلفه شويه بتحصل، لكن ما رضيناش ان احنا اليوم يتلغي ونقول لا مش هيحصل. فانا بشكر المنظمين انهم يعني قدروا وجهه نظرنا، وبشكرهم جدا انهم يعني موجودين بفكر حلو ان احنا نتفرج على اليوم الجميل ده. وخليني اقول لكم ايه اللي هيحصل ونويك معايا اهو، هنعمل خير يا شباب. طبعا قبل اي حاجه انا عايز اشكر تامر جدا على الكلام الجميل اللي هو قاله، ولخص كلام كتير جدا كان الواحد نفسه يقوله برضو. واحنا مبسوطين ان احنا قدرنا نتجمع معاكم في يوم لذيذ وجميل زي ده، وزي ما تامر قال طبعا مش ناسيين اللي بيحصل اهلنا واخواتنا وحبايبنا في غزه. والنهارده هنحاول بقدر الامكان ان احنا نعمل حاجه اللي احنا بنحبها، بس في نفس الوقت تكون في افاده نقدر نعملها ولو جزء صغير قد كده. طبعا بنشكر الهلال الاحمر بوجوده، وطبعا طبعاً هو موجود النهارده للناس اللي ما تعرفش، كمان عندهم بوث هنا لاي حد حب ان هو يتبرع لاهل غزه واخواتنا وحبايبنا في غزه. خليني اقول لكم ايه اللي هيحصل دلوقتي. اللي هيحصل دلوقتي ان احنا عندنا مجموعه من العربيات، كان نفسي كل العربيات تطلع على الستيج وتتفرجوا عليها. العربيات هتطلع مجموعه منها، وهيبقى فيه هنا على الشاشه تقريبا QR كود. الQR كود ده تقدروا تعملوا له سكان وتعملوا فوت للعربيه من وجهه نظركم العربيه دي عجبتكم ولا لا. والعربيه اللي هتكسب هتفوز بحاجه لطيفه يعني. حاجه حلوه. وهما احنا معانا في الشو اللي احنا هنعمله لكم ده حوالي 12 عربيه، وزي ما تامر قال كل عربيه هتطلع هنتكلم انا وتامر عليها كده سريعا، نشرح لكم شويه حاجات فيها لذيذه تسمعوا صوتها، وبعد كده تخشوا العربيه اللي بعدها. وطبعا قبل ما كل عربيه تنزل كل واحد بقى ايه من وجهه نظره العربيه اللي تعجبه اكتر واحده هو اللي يديها صوته، واكتر عربيه هتاخد اصوات هتكسب حاجه كلنا كان نفسنا نكسبها الحقيقه، بس هو صاحب العربيه هو اللي هيكسبها. يعني هو لو يبقى لطيف برضو في الظروف اللي احنا فيها دي. كان نفسي اطلع عربيتي يمكن تكسب حاجه، بس صعب النهارده. هيكسبوك اهو. لا خلاص انا مسامح. عايزين نسمع سقفه كبيره جدا استاذ احمد سيف، وهو طبعا اللي يعني الطحن من الصيف، مثل الصيف اللي فات ده وهو خلينا طبعا خلت على احمد، عايزين نرحب بيه على سيج. اسمع له سقفه كبيره جدا احمد. احمد صاحب الفكره اللي حضراتكم شايفينها دي، ويمكن على مدار شهور طويله جدا قاعدين بيحضروا ازاي يعملوها، واتغير اشكال كتير فيها. يعني اكتر واحد بذل مجهود عشان الايفنت ده يكون موجود. فلو الايفنت عجبكم اتمنى ان انتوا توصلوا له الرساله دي، عشان احنا الايفنت عجبنا بصراحه. انا سقف لهم هم حبيبي يا وحميد. نتكلم بقى النهارده على اول عربيه موجوده. عارفين عارفين عربيه مين؟ عايزين نسمع صوتها. سقفه ليحيى. نسمع صوتها. يحيى هو واقف مستخبي. تعالى يا يحيى تعالى، بس تعالى، ما الناس بتحبك. ايه يحيى رشدان يا جماعه؟ معلم رشدان حبيبي. حبيبي تامر حبيبي، منورين والله العظيم بجد. يعني
انا مبسوط جدا ان انتوا كلكم موجودين ومبسوطين، وسعيد ان احنا بنحاول نعمل حاجه يعني تظبط الدنيا كده شويه، وبنحاول نشارك ان احنا مع اخواتنا طبعا زي ما انتوا عارفين الفلسطينيين، بنحاول ان احنا نقف معاهم باي طريقه، ومعانا الهلال الاحمر النهارده، فقلنا ان احنا لا احنا مش هنوقف حاجه، احنا هنحاول نعمل على قد ما نقدر ان احنا نعمل حاجه ليها علاقه ان احنا نقدر نساعد. فيعني الهلال الاحمر موجود، نتمنى من اي حد حتى لو يحط جنيه ولا يعمل اي واتيفر طبعا يا ريت يعني، فيجعله في ميزان حسناتكم، ربنا يكرمنا جميعا ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا يا يحيى. هنبدا باول عربيه موجوده معانا النهارده، واحده من العربيات اللي يمكن قدرت تعمل معادله مختلفه. شكرا. شكرا للهوركان ايفو. دي اول عربيه كانت معانا. دي اول عربيه. دي العربيه رقم واحد. العربيه الثانيه. ده الشارك بلو. دي طبعا غنيه عن التعريف، دي البورشه 911 جي تي 3 موديل 992، ده احدث موديل في الجي تي 3. مين بيحب الجي تي 3؟ الله الله. نسمع صوتها الاول. نسمع صوتها الاول، لازم نسمع صوتها الاول. صوتها الاول. يلا محمود. بس نسمع سقفة جميلة للجي تي 3. شكرا استاذ محمود. شكرين. جايين على ايه؟ ايوه كده. مين بيحب استون مارتن؟ الله، واضح الناس كلها بتحب، بيحبوا كل العربيات زينا. طبعا استون مارتن عربيه انجليزيه يعني اصيله عريقه. دي بي 11. دي طبعا من العربيات التورر الجميله، بينزل بموتورين، واحده 12 سلندر واحده 8. اللي واقفه قدامكم دي 8 سلندر. كم حصان يا استاذ دبوت؟ حوالي 580 حصان. شاسيه الومنيوم، فتيس اوتوماتيك تقريبا، اي حوالي 8 نقلات ولا 9 حاجه زي كده. برضو من الحاجات المهمه لعربيات استون مارتن انهم دايما بيفكروا ان عربياتهم تقدر تستخدمها على طول، فهتلاقي العربيه مختلفه شويه، في مش زي بعض العربيات عنيفه اكتر، فهو بيفكر دايما ان معظم عربياته او اللاين بتاع عربيات استون مارتن انها عربيات للاستخدام اليومي، ودي اللي بيميز استون مارتن عن بقيه الشركات شويه، انه بيعرف يعمل المعادله دي بالظبط. والجمال طبعا الديزاين بتاعهم يعني خطير. ما فيهوش زاويه ما شاء الله وحش. كيو ار كود بتاعها موجود، تقدروا تعملوا لها سكان وتعملوا فوت للعربيه. شوف تنكته خارج معاه تليفون، خدت بالك؟ خلي بالك، هو دايما اللي راكب استون مارتن بيبقى عنده قفل الازاز وفتح التكييف. طيب العربية اللي جاية برضو من العربيات الجميلة قوي، ويمكن علامة فراري من العلامات اللي ليها كده في كل قلب واحد حاجة مختلفة. العربية اللي جاية هي الاف اي، فراري اف ايت. طبعا يعني ما شاء الله من العربيات الصاروخية في الاداء. عايزين نسمع سقفة كبيرة جدا للعربية الفراري الاف ايت. أيوة. يمكن العربيه دي فيها شويه حاجات مختلفه، اكزوست، في مش هقول حاجه. طيب اكزوست. طب نسمع صوتها الاول ولا ايه رايكم؟ يلا يلا استاذ رمزي. مش محتاجه، مش محتاجه. مين بيحب فراري يا جماعه؟ مين بيحب؟ مين ما بيحبش فراري؟ وعملوا فيها برضه شويه حاجات. انا بركز دايما في العربيات الاكزوتكس على فكره، هل العربيه دي تعرف ان انت تستخدمها كل يوم ولا لا؟ لو نمتلكها يعني. عايز انت تستخدم كل يوم. انا لا، لازم انا بدور على عربيه استخدمها كل يوم. لازم لازم استخدمها كل يوم. اجيب عربيه اركنها. الكود يا جماعه بتاع اللي عايز يصوت للفيراري الاف 8 تريبيوتو، يسكان الكود. الكود شبه العربيه اصلا، تحس ابيض في اسود، نفس الالوان، لايق على العربيه قوي. شكرا استاذ اكزوتكس فولت، استاذ رمزي. بس شكرا. لبسته على شوفه بيرد عليك.